السلام عليكم مشاهدي قناة المجلة الكرام. ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وتحديدا في سورة الكهف عبدا صالحا اسمه الخضر، وهو رجل عاش في زمن سيدنا موسى عليه السلام ورافقه، وقد عرف بالعلم والورع، وقيل عنه إنه ما وجد في مكان إلا أقدر ونبت فيه العشب، ولذلك فقد لقب بالخضر. وفي هذا الفيديو في قناة المجلة سنتعرف على حقيقة ظهور الخضر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهل هو حي حقا إلى اليوم؟ فهيا بنا لنتابع الفيديو، ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا تسجيل الإعجاب بالفيديو وعمل اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس الرمادي ليصلكم كل ما هو جديد. المجلة، قناة الإبداع في عالم المعرفة. من هو سيدنا الخضر؟ اختلفت المصادر الإسلامية الموثوقة حول كون سيدنا الخضر وليا أم نبيا، ولكن في الحقيقة لم يرد نصا في القرآن يثبت نبوته، ولم يرد نصا آخر ينفيها، والظاهر أن هنالك حكمة مقصودة في عدم ذكر ذلك بشكل صريح في القرآن الكريم، وهذه إرادة الله سبحانه وتعالى ليثبت لعباده أن عملهم مهما اتسع فسيبقى محدودا ولا يساوي شيئا من علم الله سبحانه وتعالى. وقد اختلف العلماء في أمر الخضر عليه السلام اختلافا متباينا، فقد اختلفوا في اسمه ونسبه ونبوته وحياته إلى الآن، فصرح جماعة من العلماء إلى أنه حي، وممن قال بذلك الإمام القرطبي في تفسيره، والإمام النووي وابن الصلاح، والإمام العراقي في طرح التثريب وغيرهم، وذهب آخرون إلى موته، وممن قال بذلك البخاري، واختاره أبو بكر ابن العربي، والإمام ابن الجوزي في كتابه عجالة المنتظر في شرح حال الخضر، وابن كثير في تفسيره، وفي كتابه البداية والنهاية، والشنقيطي في أضواء البيان وغيرهم. وقد استدل القائلون بحياة الخضر عليه السلام بأحاديث وآثار عن الصحابة والتابعين، نذكر منها ما يلي. روي عن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وسجي بثوب، هتف هاتف من ناحية البيت يسمعون صوته ولا يرون شخصا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم أهل البيت، كل نفس ذائقة الموت، إن في الله خلفا من كل هالك، وعوضا من كل فائت، وعزاء من كل مصيبة، فبالله ثقوا وإياه فرجوا، فإن المصائب من حرم الثواب. فكان الصحابة يرون أنه الخضر عليه السلام. وروي عن علي رضي الله عنه وأرضاه أيضا أنه لقي الخضر وعلمه هذا الدعاء، وذكر أن فيه ثوابا عظيما ومغفرة ورحمة لمن قاله في إثر كل صلاة، وهو: يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه المسائل، ويا من لا يتبرم من إلحاح الملحين، أذقني برد عفوك وحلاوة مغفرتك. ويروى هذا كذلك عن سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه ذكر أن الخضر وإلياس لا يزالان حيان في الأرض ما دام القرآن في الأرض، فإذا رفع ماتا، وذكر أنهما يجتمعان عند الكعبة في كل سنة. وذكر ابن حجر العسقلاني في كتابه الزهر النضر في حال الخضر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في ليلة مع الصحابي أنس بن مالك، وبينما يمشيان سمعا صوت رجل يقول: اللهم ارزقني شوق الصالحين إلى ما شوقتهم إليها. فرد النبي صلى الله عليه وسلم على صاحب الصوت قائلا: لو أضاف أختها إليها؟ فرد الرجل: اللهم تعينني بما ينجيني مما خوفتني منها. فقال النبي: وجبت ورب الكعبة. وطلب من أنس الذهاب للرجل، ويطلب منه أن يدعو له، أي للنبي، بالعون على تبليغ رسالته وأن تصدقه أمته. ذهب أنس لمكان الصوت فوجد رجلا وأبلغه بما طلب النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل الرجل أنس عن اسمه فرفض الرد عليها، فرفض الرجل أن يدعو للنبي، فعاد أنس لمحمد صلى الله عليه وسلم وأخبره، فأمره أن يخبر الرجل عن هويته، ف
ففعل ذلك أنس. وحينها قال له الرجل مرحبا برسول رسول الله، ودعا له وقال أقرئه مني السلام وقل له أنا أخوك الخضر وأنا كنت أحق أن آتيك. وفي رواية أخرى رد الرجل أي الخضر على النبي صلى الله عليه وسلم من خلال أنس وقال إن الله فضلك على الأنبياء مثلما فضل به رمضان على الشهور، وفضل أمتك على الأمم مثلما فضل يوم الجمعة على سائر الأيام. ومن حكايته مع الصحابة أن الخليفة عمر بن الخطاب كان في المسجد ويستعد لإمامة المصلين لصلاة الجنازة على ميت، فإذا برجل ينادي يطلب منه عدم البدء، فانتظر عمر حتى جاء الرجل وانتظم في صفوف الصلاة. فبدأ عمر، وحينها قال الرجل إن تعذبه فقد عصاك، وإن تغفر له فإنه فقير إلى رحمتك. ولما دفن الميت قال الرجل مجهول الهوية طوبى لك يا صاحب القبر، وإن لم تكن عريفا أو جابيا أو خازنا أو كاتبا أو شرطيا. وهنا طلب عمر الإتيان بالرجل إليها ليسأله عن أحواله وكلامه، فاختفى الرجل ووجد الناس أثر قدمه على الأرض بطول ذراع. فقال عمر هذا والله الخضر الذي حدثنا عنه النبي حسب ما جاء في كتاب الجنائز لابن شاهين. الرد على حقيقة ظهور سيدنا الخضر، قال ابن كثير في البداية والنهاية. وقد تصدى الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله في كتابه عجالة المنتظر في شرح حالة الخضر للأحاديث الواردة في ذلك من المرفوعات، فبين أنها موضوعة. ومن الآثار عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم فبين ضعف أسانيدها. وقال ابن كثير في تفسيره وذكروا في ذلك أي القائلون بحياته حكايات وآثارا عن السلف وغيرهم، وجاء ذكره في بعض الأحاديث ولا يصح شيء من ذلك، وأشهرها حديث التعزية وإسناده ضعيف. ورجح آخرون من المحدثين وغيرهم خلاف ذلك، واحتجوا بقوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، وبأنه لم ينقل أنه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حضر عنده ولا قاتل معه، ولو كان حيا لكان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه عليه السلام كان مبعوثا إلى جميع الثقلين الجن والإنس، وقد قال لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي. وأخيرا قبل موته بقليل أنه لا يبقى من هو على وجه الأرض إلا 100 سنة من ليلته تلك عين تطرف، إلى غير ذلك من الدلائل. وقد عقد محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان فصلا أطال فيه النفس وأثبت بالمنقول والمعقول موت الخضر عليه السلام، أما إلياس عليه السلام فالقول فيه كالقول في الخضر عليه السلام أنه قد مات لعموم الأدلة المتقدمة. وقال ابن كثير في البداية والنهاية وقد قدمنا قول من ذكر أن إلياس والخضر يجتمعان في كل عام من شهر رمضان ببيت المقدس، وأنهما يحجان كل سنة ويشربان من زمزم تكفيهما إلى مثلها من العام المقبل، وأوردنا الحديث الذي فيه أنهما يجتمعان بعرفات كل سنة، وبينا أنه لم يصح شيء من ذلك. هكذا أعزائي المشاهدين نقلنا لكم حقيقة ظهور الخضر بجميع الآراء، والله أعلى وأعلم. وفي نهاية الفيديو لا تنسوا تسجيل الإعجاب بالفيديو وعمل اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس الرمادية ليصلكم كل ما هو جديد. لماذا الاشتراك بقناة المجلة؟ المجلة منصة إعلامية تثقيفية رقمية شاملة، أسرار وملفات غامضة تفتح لك لأول مرة عبر هذه المنصة. للمزيد من هذه الفيديوهات اشترك الآن بقناة المجلة وانضم لأكثر من 1,000,000 مشترك، وانطلق معنا في عالم من متعة الثقافة والترفيه.